اشتقتلك. لك بونجورك بونجورك خليني موديلك خليني اسمحك اشتقتلك انا يا برج موديلك. ساشا الحاج وقفه اساسيه مش حاجز حاجز ما فيني نقطع منه خليني لك مره هونيك مره قطعته مسلم لا مرة داني خبرنا عن جورج، بتعرفه من زمان؟ جورج من شي 30 سنة، 30 35 سنة، اكشي من انا صغير يعني. شو كان يعمل بالضيعة؟ ما رح اقول لك قديش لانه بتكشف عمري. شو كان يعمل بالضيعة؟ جورج كان يطلع، كان عندنا نايت كلاب اسمه شيب لا شيميني. اها. هذا أكثر فترة اشتغلت أنا وياه فيها. بقى جورج بيبقى مثلا يطلبوا كوكتيل الزبونات. نجي نقول له جورج بدهن هذا الكوكتيل روح يعمل الكوكتيل نرجع نقول له يا جورج طب انت كيف عرفت عملته هذا الكوكتيل انا مش انا كيف عرفت هن بيعرفوا شو عم يشتغل فبارتندر الاخ جورج صاج الحاج منقوشة غير شكل عندها عجينة انتبهتوا ساعة بتفتحها ما بتخزق ما عم تفتح يعني بتمط بتمغط كريمة زعتر كتير قد 4 منقيش طب ضيفنا اسمع القرش اسمع يعني شو هاي؟ بونجور شاتور قلن انا برشيني ضحكتوا عم يضجي البلد كله حكي فيها لا عجبني بتعرف في جايين اخوان جديد واحد عم يسمع تحكي عمي هيدا وانا عم بضحك كل يوم الصبح بيسمع الضحك طيب ما اجا هو واللي بيجوا لعندي نمزق طبعا اول ما ضحكت ابو قال لي تحياتي منين عم بيجي الضحك صرت نعرف منين Thank you.
خلص شوي. خلص خلص يعني يلا. يخلص تقريبا. انا جيت لهون كانت اول ما بلشنا كانت ليش صورنا اول حلقة بتطلع بناية بتقول اوكي في شغل عندن يمكن من المشاريع يلا وعدنا وفينا بعد في شهر اذا الله رض. اجي خبرني شو عن المستشفى قديش اخذ وقت واليوم شو وات تو اكسبكت قديش رح يكون في كراسي تخوتي اوض كل التفاصيل. المستشفى بسنة 2021 تاخد قرار مؤسس جبل أرز ونايب ستريدا أنه يتأهل وينشغل المرحلة الأخيرة ونصير هون من بعد فترة كورونا. صرنا أنه هاي المستشفى نحن بحاجة أنه ننقل المستشفى الصغير من تحت ونعمل البروجي على هالأساس وخربت الدنيا. يعني نعمل على أساس معين رجع الدولار وصل للمئة ألف وبينت قصة الأساسات اللي ما كان حدا أخذها بعين الاعتبار. هذا المبنى تعمر سنة 79 وطبيعي طلع في شوية ضعف الأساسات هيدا اللي أخر المشروع كتير وكل شيء غلي الحديد والبطون واليد العاملة وإجرة المهندسين تانكة البنزين غيرت حتى. هيدا المشروع كان مفروض من سنة يخلص. هلأ نحن مع كل هالأعباء اللي ترتبت مبدئيا موعودين خلال 55 يوم عمل. يعني نحن بنعرف هلا بدنا نشيل منهم الاحوده والاعطال وشويه ثلج متوقعين مفروض باوائل نيسان نحن نستلم من الشركه من شركه ابنيه المبنى ونبلش نحط خطه خلال شهرين شهرين ونص نصير اوبريشن. عندنا هون رح يكون بال يعني بالتقليعه مثل ما بيقولوا. نحن عندنا هلا بروجي القريب في عندنا موين تيرم وعندنا شوي الون تيرم. القريب جدا انه نحن رح نفتح ب 30 طخط وخمسه اي سي يو قسم عيادات خارجية طوارئ أشعة المختبر وقسم غاسترولوجي كونه دكتور أنطوان معنا هو اللي حيكون مهتم بهذا الموضوع. هيدا دغري يعني هيدا النقلة السريعة شوي شوي رح نبلش نطلع السلم درجة درجة. لحنا عم نتجه انه يكون في عنا دياليز مركز شيميوثيرابي مركز للتمييل كلهم بس هودي مش يعني دغري على الفتحة. نحن بهمنا هلأ ننقل نشيل هالاشياء الاكويبمنت اللي عندنا اياها وفي اشياء جايتنا جديده كمان نفتح نصير هون نصير نطلع. هذا مستشفى ضايع. هيدا مستشفى هيدا مستشفى مثل مستشفى مدينه بيروت بس بالضايع. هيدا مستشفى فينا نعتبر بالشغل اللي عم ينشغل بالنورم اللي نحطه من خطيبه عالمي. يعني خطيبه عالمي معروف هو كان عم يشرف على كل هالنورمات اللي لازم تكون تيكون المستشفى يقدر يتصنف. مشان هيك هو اخذ وقت لانه انت بمبنى قديم تعمر من 40 سنه بخريطه معينه ب 40 سنه تغيرت كثير اشياء ما كان في اكريتيشن من 40 سنه تقدروا لقيوا صيغه بين مبنى قديم وبين اكريتيشن تقبل انه تتماشى. هيدا اخذ شويه وقت. نحن مبدئيا هيدا المستشفى مجهز بستاندار كتير عالي وإذا الله راد باتفاقية التعاون كمان اللي اشتغل عليها دكتور أنطوان مع مستشفى الجعتاوي وبجهود النايب يعني ما عم توفر علينا شيء مدام ستريدة أي شيء منعوزه نحن منطلب نلاقيه تأمن. يعني بعتقد من هلأ لسنة سنة ونص تنكون رجلاجنا أمورنا بيكون بكل تواضع من أهم المستشفيات بالشمال ونطمح انه نعلى ونعلى ونعلى. يعني ما في شيء ناقصنا لا من ناحيه البناء لا من ناحيه التجهيزات ولا من ناحيه شيء. عم نشتغل شوي شوي عم نطلع السلم درجه درجه. هيدا القسم هون الامرجنسي والاشعه المعمولين مش كيف ما كان. عم بعطيك مثل اكزامبل صغير. مثلا هيدا بيد هيت يونس بالطوارئ مثل ما انا شايفين في هون ثلاث اساطر وهونيك ثلاث اساطر طبيعي اكسجين اير ميديكال فاكيوم. كل واحد من هودي مش موصولين على نفس الاسطر من فوق. كل واحد رايح على شبكه لا سمح الله عندك مريض وقفت هيدي الشبكه لسبب ما اوتوماتيكلي فيك تستعمل ثاني شبكه. يعني هودي كل قسم منهم رايح دايركتلي على غرفه الموزع. هيدا يعني عم بعطيك اكزامبل انه مش مشغول شو مكان. يعني يلا بس حتى الشفاش الشتريه اوه هيدا ما في مهرب. حتى في مع الهواء اللي بده ينزل من هودي الجريلات رح يكون في سنسورات كرمال يكون الهواء معدل لانه المنطقه قاسيه هون. هيدا جناح الاوبريتنج روم كله سوا منبلش من هون. هيدا هلا
بالمرحله الاخيره. ايه رح نشوفهم هلا دايركتلي. بيجي المريض على العمليه بيتحضر هون بيتحضر بهيدي الغرفه قبل ما يفوت على العمليه. هاي غرفه اسمها سال دو ريفي ريكفري روم. بس يطلع المريض من غرفه العمليات قبل ما يطلع على الاوضه بينحط بهيدا المكان. وهودي ثلاث غرف عمليات لحني. هيدي الاولي، هاي اول غرفه، هودي غرفتين عادي نورمال. هيدي الغرفه الثالثه هون شوي كبيره، وقتها مشي حوالي الأربعة أشهر. نايب ستريدة تمنت أنه يكون في غرفة تتجهز بطريقة أنه إذا بالمستقبل نستقبل عمليات شوي كبيرة نكون نحن قادرين. مشان هيدي الغرفة رح يكون فيها pendant زيادة، يعني هيدا شيء جديد بغرف العمليات متطور، وهي أكبر غرفة فيهم. مشان هيك بعد الشغل فيها شوي معرقل. إذا بتلاحظوا هذيك الغرفتين تقريبا صاروا على آخر. هون في pendant رح تركب خلال 10 أيام. رح تكون هيدي الغرفة مجهزة شوي تكنولوجي أكتر من هوديك الغرفتين. مثل ما قلت إنه نحن قادرين بالمستقبل نستقبل حالات أكتر وأكتر. بعد في قسم تاني ميل ورا هيدا القسم، هو كان ديجا معمول بالخرائط لكورونا، يعني تمييل القلب. كان في هيبة جايتنا عبر الوزارة ونعمل لفريزنج بسبب الأوضاع. هل لوكيشن انعملت حسب النورم، يعني رصاص وفاير ريتد وكلها سوا. بما انه من حوالي الشهر عرفت من دكتور انطوان انه النايب ستريدا امنت لنا جهاز كولونو جاسترو جديد حسب المواصفات اللي بيعوزها دكتور انطوان. هو بيحط المواصفات طبعا، والدكتور انطوان موجود. فنحن هيدا المكان رح نستفاد منه، رح يكون شيء اللي حكيته فوق انه عندنا قسم تنظير. نحن قادرين بمستشفى بشري نبلش بعمليات ار سي بي، وهيدي المستشفيات القليله بتقدر تعمل هيدي العمليه. نحن قادرين نبلش فيها دغري عند الافتتاح هون. مين بيقول انا جاي اشوف مستشفى؟ بس ما كنت منتظر اشوف مستشفى هالقد متطور، هالقد اب تو انترناشونال ستاندردز. انون انكسبكتد. طابق 1 2 3 4 يمكن مع الوقت عم نحكي بالطابق الرابع بصير يمكن في اوض للحكمه يلي جاي من بيروت او جاي من مباراه لبنان. طابق الثالث معقول مع الوقت يصير في منطقه كامله متكامله للعجزه تيجي يقعدوا مع بعضهم ينبسطوا مع بعضهم. وفي بعد تحت باللي شفناهن 47 شخص، 3 اوض عمليات، 5 عناية فايقة، ايرجانس. وعن جد كان عم نمزح، واحد بيشتهي يسخن تيجي لهون مع هيك منظر، مع هيك قاعدة، على هالعلو، مع هالهوايات. وين في مستشفى بلبنان؟ واحد بيصح بس من الاهتمام ويشم هوا نقي وبيحد الارزات وبهالمنظر الرائع على كتف الوادي. نحن بشري بساحة الضيعة. هاي الساحة لها رمزية كتير كبيرة عنه، وخصوصي انه اللي يعني الساعة تكون هاي الساحة للضيعة هو الرئيس الجمهورية السابق هو كميل شمعون. ونحن مثل ما شايفين بلشنا شوية شغل كرمال نفتح شوية مطاعم تكون هاي دي السونتر تبع الضيعة، يلي هو رح يكون تقريبا المركز تبع كل السياح اللي رح تجي لهون. رح ينطلق كل شيء من هون تقريبا،
مثل ما نعم نفكر نحن حيكون في مطاعم، حيكون في كذا نوع مطاعم، كذا نوع أكل، ومن بعدها حيكون في الجيد توريستيك. نحن كمان عم نفكر فيه بالبلان الثاني، يعني السائح يلي وقتها بيجي على بيت جبران، خلي جبران يلي هو موجود هون كمان بعد ما يزوروا فيه ياخذ بلان يعمل برمة سياحية بكل بشاري، يلي من غابة الأرز للوادي لمغارة قديشة لمتحف جبران يلي موجود بأول بشاري. بالمبدأ شبابنا بشاري جمعنا بعضنا وشفنا السائحة انه ممكن تكون كتير هم للضيعة، فبقى جمعنا بعضنا وقررنا انه نحنا ناخد مسؤولية عاتقنا ونكمل بمشروع مشان نعلي ستاندد تبع السياحة ببشاري، ويكون كأول مشروع من كذا مشروع منطلقين منه هي سياحة بشاري إذا حسميها، اللي هي السياحة الأساسية، وتنطلق إذا بدك منها على كذا مشروع سياحي ونكبر السياحة بشاري ونعلي ستاندد تبعولها to the next level، ونصير إذا بدك landmark of tourist بلبنان على صعيد كل شيء. والشباب كلهم سوا اللي عم بيحطوا ايدهم بالساحة اذا بدك المزبوط هن اكتر بمحبتهم لبشاري قبل كل شيء، ويحطوا كل يعني اذا بدك كل experience تبعهم كل قدراتهم تينشحوا هالمجروع تيكمل بعدين، ونصير نشغل كل ولاد بشاري وكل المنطقة نكبر قدر الامكان قوة ربنا اكيد. احلام معي كيف 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 حلمتوا كيف رح يتنفذ؟ مثل ما قولوا الشباب نحن عم نرجع بدنا نعمل منطقة بشاري landmark بلبنان، عرفت كيف؟ يكون عند الأرينة تبعها تكون another هيك adventure للعالم يجوا عليها من خلال هذه الساحة، عرفت كيف؟ يعني هذه الساحة تتخيل هون قاعدة كلها طاولات كروسي شيء مرتب مطاعم حولك وحلاك فيك تاخد شو ما تحب تاكل وتقعد بكل الساحة كل العالم مع بعضها كل العالم مع يعني بعض يعني كل المحلات عندهم common shared ground 100% موسيقى واحدة 100% حتى الايفنتس رح تكون one event، يعني ما في محل يجي يعمل سهرة وحده، بدها تكون كوميونيتي ايفنت لكل المطاعم. بعدين في شغلة مهمة نحن عم نعملها، هاي دي الساحة بدها تكون it's 12 months operating كل السنة 12 شهر كل السنة، حتى بالشتوية رح نخلق خيمة، عرفت كيف؟ تتركب بالشتي تنفخ بالصيف، تصور انت قاعد بالشتي هون الدنيا عم تتليش شمني ويلعة، بس انت قاعد عم تتعشى عن شبكة سنبيل، عرفت كيف؟ عم تسمع نايس ميوزك. داني نحن قبل الصيفية هون اذا الله رد نحن وي هابينج جون جولاي منفتحين. تخيلوا قديش يعني جاست بيرفكت عندكم، انتوا قاعدين بالنص تحت الارزات بوجه الكنيسة بنص السوق من يمين او شمال، واحد بيقدر يتمشى يمين شمال ويرجع لهون، البيوت القديمة الحجر على عدة حقبات هون وهون 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 مفتوحة لفوق، اذا واحد صرخ بيوصل صوته وين ما كان. عم بتخيل بس بعد كم شهر اجواء السعادة اللي موجودة هون، happiness reinvented. انت اللي بدك تاخد شغلة بعين الاعتبار، يعني هي هذه الساحة هون بس على امتداد الساحة على اليمين او على الشمال في محلات في العالم تعمل فيهم investment لإلها. نحن عم نجرب نطلق يعني هذه نقطة انطلاق لكل حدا بيحب يستثمر عنده مجالات الاستثمار وين ما كان. اكل طيب اكيد 100% لحم نية مو طيب معزي رح يكون سوبر طيب، وقوارمة وبيض وكبه وشو ما بيطلع عبالك يعني لبناني وغير لبناني. هلا الصبح انا قلت لك بتعامل معك انترفيو وقفتك على الكاميرا، هلا انت قلت لي طع انطري اوف حد على الكاميرا، ليش؟ حابين انتني حابينك تكون الامباسدر تبع بيج. ثانك يو، بيشرفني الموضوع. قلت لك انا بشري ما نحن لانه بالقلب. انت بتحب بشري هالقد وبتحب تكون من بشري وحابب يكون عندك شيء بشري، نحن حابينك تكون سفير بيج انا كثير مبسوط بلبنان والعالم، بشرفني الموضوع. بتعطوني باسبور دبلوماسي؟ بعطيك باسبور تتنقل فيه بكل قضاء بشري.
شفتك. أنا كلارا فخري من بشري، بلشت كان عمري 18 عام بالبيت بكورونا وبلشت عم بتسلى وصرت اتطور شوي شوي وطور حالي واعمل كرات، واكيد محبة العالم هي اللي وصلتني لهون، وقصة اكيد بفكر كبر واوصل اكتر واكتر. فتحت هلأ رسميا، فتحت هلأ بجوان بلشت، وصرنا ناخد اوردرات، صرت كبر اكتر وساعت اكتر، صار عالم اكتر يعرفوني، طلعت من بشري وصلت على مناطق القضاء وهيك. كل شيء فرنش بيستري وكمان امريكان، يعني كل ستايل البيستريز، قطع بعمل اكلير، ليزي كيك، تارت، شو على كريم، جاتويات، فريزيه، باهاماس، موس شوكولا، وهلأ عم نطور المنيو اكتر. بلشنا شوية بالشوكولا وبدنا نعمل شوية بوتي فور كمان وهيك. جيت على قد وصلت على اخر وحده، اخر 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 وحده ببلش من امبارح عشيه، طناجل كبيره طناجل كبيره، شفت لي منهم شيء 10 كان بعده الجمر هيك طازه، قطعت قدامهم قلت وين كنت ساعه البلشوا. هي اخر وحده من بعد ما وزعوا الهريسه لكل الناس، بيجوا العالم اليوم عيد مال انطونيوس من الصبح لعشيه، الدير بينفتح للكل تيفوت يصلي يسلم ياكل الهريسه المشهوره، وعندهم عوايد ثانيه بالدير هون اسمه عن الحلاوة، هو واحد بيجي بيشرب بيد الدير حلاوة الدير، بس اليوم على عيد مال انطونيوس واكيد الهريسة اللي بتعرفه هو اهم اكل لبناني للضيعة والفاست فود، يعني ل بطلع كلمة بالعربي. اها هو شو الهريسة البيد سويت كتير حلو، الهريسة عظيمة عظيمة عظيمة، ما بتحسوا ابدا باللحمة دايبة على الاخر، مطبوخة شي 12 ساعة روعة. بدك تقلي عن بدك تخبرنا عن حلاوة؟ ابونا بخبرك فالحلاوة بس اليوم هي بس ايه بعيد مال انطونيوس محل الحلو، يعني القديم وجاي عادي عند فهمين، يعني هيدي عيد مال انطونيوس بضيفوا فيها حلاوة. مرسي منعاد عليكم ونبيت شغل الدير. لا هيدا اهم شيء بالعيد. اه رح خلص هاي لانه سوبر طيب. Thank you.
اليوم بدير مار أنطونيوس إسحية في شيء رائع، في إحساس، في إيمان، في دموع، في قصص بتعقد. الناس بلشت تجي لهون من الساعة 4 بعد الظهر امبارح، عملوا 3 قداديس، رجعوا بلشوا كفوا 11 بالليل، رجعوا اليوم 7 الصبح and ongoing كل نص ساعة، والناس عم تجي وعم تروح، الناس مسكرة على بعض السيارات، ما حدا سألان، في طاقة بشكل مش معقول. الجراس عم بدق، الناس عم بدق الجراس، الناس عم بتقدم البيض، الحلاوة، الفريكة، ما فيني أخبركم. رح تخلص حلقتنا اليوم يومين ببشري، كانوا هيك خفيفين، طلع موسكي، انبسط، فتش، اكتشف، اتعلم، تنقيت لقيت نال، قضينا وقت. وعد حالي أنه ما رح أفي ولا مرة عيد مار أنطونيوس، السنة الجاية رح أجي قبل بليلة تفرجيكم الفريكة اللي كيف عم بيشتغلوا شو عم بيعملوا. كمية الإيمان مجموعة هون اليوم ما عم بقدر فسرها بكلمات. رح نرجع نصور عندهم أكتر وأكتر بمشوار بالوادي، رح نفوت على قلب الدير، رح نتغدى معهم، رح نتعشى معهم يلي هن. خليكم معنا بالحلقات اللي بعدها، وجربوا حسوا معي الإيمان اللي موجود اليوم والعالم اللي جاي من كل لبنان تتعيد بي رهبان مار أنطونيوس. كل وحدة تبنى مع في بلو الصين تأيه كل يجب حياتنا إلى الأرض إلى هنا لك أفضل لك لأبقى الحي في كل الشهر يعطيك العافية أبدأ تقول إيمان معي أنا مار أنطونيوس لأنك بعتش لو ابتناك وعضيته المساكين وتبعت المسيح ليكون لك هنزو في السماء مبارك لأنك وتجذبنا إلى اتباعك والتزام بالأمن.